الساعة بالثلاثة إلا ربع بالليل. ايه أي جو المجرمين، دعم جو المجرمين قتلوا ابني. زين زين، ثلاثة اجوا، ثلاثة اجوا، اجا الاب والابن ونسيبهم زين اللي هو عديل ابني يعني. نعم اي قتلوا ابني، شال الاب شال المسدس انطال من لابنه، ابني قتل ابني. زين، دبوه وشو احنا نايمين، انا عندي سكر والرجال هم ابوه عنده سكر، واثنيناتنا بيومها مرضى. نعم زين، نايمين ما ندري بنفسنا، لما اجى بناتنا قاعدات عندنا مسيرات، نعم قال يمه اكو رمي على بيت حيدر، نعم بقى بين الشباك مال حيدر، الشقة مالته علينا مفتوحة وبين الكاميرات البنات. اي قعدت ابوها وقعدتني. زين، والد حيدر قعدنا، لقينا ابننا مقتول والناس شايلته، الشارع شايله ولد الشارع. نعم زين، والرابع مالتهم ماكفلهم بالحديقة، اكو حديقة يبنى ماكفلهم لازم لسلاح وواقف مدانيهم، زين نفذوا الجريمة وطلعوا. نعم زين، ايه ضلينا احنا وين بعد التهينا بالجنازة والتهينا بابننا، ما نعرف يعني يا هل قتل ابننا طيب منا. لما اجوا اجى المركز طبق جت عين، الشرطة ايه طب عين المركز الشرطة، ايه ايه بالتصوير طلعوهم، زين يلا عرفنا القتلة من أمه. زين، أي سألنا زوجته قلنا لها يا هل كتل حيدر، قالت أنا ما أدري ما أعرف يا هل كتلة. زين، نعم أي أخذوا ابني ايه وهم انسجنوا. من انسجنوا هم بقوا، ما انسجنوا كلهم، السجن نسيبهم وانسجن ما حد أبو الدراجة. زين، بس واحد حجية عنده دراجة هو اللي نسيبه، واحد بصفك من حجية اللي بصفك دا يرد لك الحكي، لو هو يحكي لو يخليك تحكين، لانه حتى لا تتخربطين بالحكي، اي حتى تسترسلين، اي انا تعبانة اي اي بس الله صار انا يساعدك. اي 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 انا من صراحة حيدر اي تعبانة، وانا انشليت ورا ابني كان والله مالي الله ايش يساعدك. انشليت، عذرين لا عذرين. اي لا لا بالعكس، مو اي انا اريدك انت جاي تاخذين يدقوني راحتك يعني. بالحكي، اي على راحتك على راحتك احكي. اي نعم بعد عمري نعم رحم الله والديش خاله. اي قلت لك ورا يمكن 4 اشهر 3 اشهر لزم الاب، وقفوهم هيك يعني توقيف عادي، وصعدوا محكمة ورا فترة، هاي صار لهم شهر، طلعوا براءة افراج. نعم زين، كم واحد؟ عندي قرص وتصوير ها كم واحد؟ ثلاثة، ثلاثة. المجرم القتل لحد ثلاثة طلعوا من السجن، ثلاثة انسجنوا زين وثلاثتهم طلعوا سوا، نعم المجرم القاتل لحد الآن ما لازمينه ثبتت عليهم التهمة القاتل، انه هم وهذول القتلة؟ اي هم القتلة، والسجين بقاوا نعم ووصلنا للمحكمة ايه طلعوا فراج، والقاتل ما لزم لحد الآن، وين وطلعوهم مهزوم؟ فراج وذولاك اياهم موجودين هسه حاليا. اي ها مهزوم؟ ما جاي اسمعك. مهزوم؟ اي مهزوم، اي ما لزم، اي ما لزموه لحد الان، ما لزم الولد. زين اي خاله القاتل. اريد تحكي لي شويه زين، تفاصيل ودول اوسع، هو ليش انقتل؟ يعني ماكو شخص ينقتل او يتعرض او يصير مشاجره لا الا اكو سبب، يعني من هم اجوا ساعه بالثنتين بالليل والله قلتي العظيم إيه، ما لازم قصر اكو سبب اما والله. مسبقا او صايره بيناتهم شيء، او احد يطلب واحد يطلب الثاني، يعني هو احنا ما نقول انه على كل مشكله لازم اكو قتل، لا، وانما اني بس اريد اعرف شنو السبب، يعني شنو هو السبب اللي خلاهم يجون ويقتلون ويوقفون؟ والله ما نعرف السبب احنا، والله ما نعرف السبب، وهو ما عنده شيء. كانت ايام الزياره مال ابو عبد الله مالت الحسين، وجاي نعم يحلق، هو حلاق نعم يحلق بزوار الحسين. نعم زين، والله العظيم كل شيء ما عنده يا بنتي، والله وحق هذا اليوم كل شيء ما عنده وياهم. زين، واحنا هسه نريد نعرف السبب، ليش قتلوا ابننا ما نفتهم، ليش شكوا ما نعرف.